أيام لا نخشى على اللهو ناهية، ويوم كظل الرمح قصرت ظله بليلى، فلهاني وما كنت لاهية. بثمدين لاحت نار ليلى وصحبتي، بذات الغضا تزجي المطي النواجيا. فقال بصير القوم ألمحت كوكبا بدا في سواد الليل فردا يمانيا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد من دروس علوم اللغة، يتعلق الأمر بدرس اللازم والمتعدي، الأفعال المتعدية إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. تعرفنا في الدرس الماضي عن الأفعال المتعدية إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وتعرفنا على أفعال اليقين وعلى أفعال الرجحان وأفعال التحويل. في هذا الدرس سنتعرف على الأفعال المتعدية إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، لكن قبل ذلك نسوق هذه الجملة لنتعرف على اللازم. فضلا تابع معي هذه الجملة: عاد المقاوم. إذن عاد فعل ماض مبني على الفتح، المقاوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن لدينا عاد فعل والمقاوم فاعل. إذن نحن هنا أمام فعل لازم، والفعل اللازم هو الذي لا ينصب مفعولا به ويقتصر فقط على رفع الفاعل. لكن ماذا عن الأفعال المتعدية إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر؟ تابع معي عزيزي التلميذ هذه الجملة: كسى الربيع الأرض ربيعا، أو كسى الربيع الأرض خضرة. لدينا كسى فعل، الربيع فاعل. أن الفعل هنا لم يقتصر فقط على رفع الفاعل، بل تعداه إلى نصب مفعولين اثنين. لدينا هنا الأرض مفعول به أول، وربيعا كذلك مفعول به ثاني. إذن إن من الأفعال ما يتعدى إلى نصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا، مثل كسى وألبس. هناك كذلك طائفة من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. انتبه معي إلى هذه الأفعال. إذن لدينا منح وأعطى وسأل وكسى. إذا لاحظت أن هذه الأفعال كلها تدور في فلك المنح والعطاء، وأنها تنصب أو تتعدى إلى نصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. إذن سنسوق مجموعة من الجمل لنتبين ونوضح كيف يتعدى الفعل إلى نصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. إذن منح الله المغرب جمالا. إذن هنا المغرب جمالا، إذن ليس مبتدأ ولا خبر. المغرب جمالا لا تفيد شيئا، لذلك أن أصلهما ليس مبتدأ وخبر. منح الله المغرب جمالا. الجملة الثانية: أعطى المحسن الفقير ساعة
صدقة، الفقير صدقة لا تفيد كذلك، ليس لها معنى. أعطى المحسن الفقير صدقة، إذن هنا أعطى قد تعدى إلى نصب مفعولين اثنين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. الجملة الثالثة، سأل المريض الله العافية. إذا قلنا مثلا الله العافية لا تفيد معنى، إذن ليس أصلهما مبتدأ وخبر. إذن سأل المريض الله العافية، سأل فعل ماض مبني على الفتح، المريض فاعل المرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، ولدينا هنا كذلك الله والعافية، لدينا الله مفعول به أول ولدينا العافية مفعول به ثاني. الجملة الرابعة، يكسو الربيع الأرض جمالا. إذا قلت مثلا الأرض جمالا ليس لها أي معنى، لذلك نقول أن يكسو قد تعدى إلى نصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. إذن الأفعال أعلاه تتعدى إلى نصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. هذه الأفعال التي رأيناها الآن، منح، أعطى، سأل، كسى، تتعدى إلى نصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. لكن هناك من الأفعال ما يتعدى إلى نصب ثلاثة مفاعيل. لاحظ معي المثال التالي، أخبر الطبيب المواطنين الحجر مفيدا. إذا لدينا أخبر فعل ماض مبني على الفتح، الطبيب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، المواطنين مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، ولدينا كذلك الحجر مفعول به ثاني، مفيدا مفعول به ثالث. المفعول به الثاني والثالث يكون أصلهما مبتدأ وخبر، يكون أصلهما مبتدأ وخبر، فنقول الحجر مفيد. إذن إن من الأفعال ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، يكون أصل الثاني والثالث مبتدأ وخبرا، ومن بين هذه الأفعال أعلم وحدث. إذا لدينا هذه الأفعال أعلم، أرى، أنبأ، وحدث، هذه كلها أفعال تتعدى إلى نصب ثلاثة مفاعيل. نسوق نماذج، أعلم المقاوم المستعمر الظلم وخيما، المفعول به الثاني والثالث نجد على أن أصلهما مبتدأ وخبر، الظلم وخيم. الجملة الثانية، أريت التلميذ الدرس واضحا، نقول الدرس واضح مبتدأ وخبر. هنا نتحدث عن المفعول به الثاني والثالث. الجملة الثالثة، أنبأ الرسول الناس الحق ظاهرا، المفعول به الثاني والثالث
أصلهما مبتدأ وخبر، الحق ظاهر. الجملة الرابعة والأخيرة: حدثت التلميذ المراجعة مفيدة. المراجعة مفيدة. المراجعة مفيدة. إذن الأفعال أعلى، أعلم، أرى، أنبأ، حدث، هي أفعال متعدية إلى ثلاثة مفاعيل، إلى ثلاثة مفاعيل كاستنتاج. إن من الأفعال ما يتعدى إلى نصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. بين هذه الأفعال: منح، أعطى، سأل، وكسر. كذلك ومن الأفعال أيضا ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل يكون أصل الثاني والثالث مبتدأ وخبرا، مثل أعلم، أرى، أنبأ، وحدث. إلى هنا أشد على أيديكم بحرارة وأرجو أن تعم الفائدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.